السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة رقم 5 في حكايات نسائية في آيات قرآنية. موضوعنا اليوم بنات سيدنا لوط أو بنات لوط. الآيات لما ذكرت بنات لوط هي ما تقصدش بنات سيدنا لوط، لكن كل فهم أو التفاسير أو بعض التفاسير فكرت إن بنات لوط اللي هي بناته، وده تفسير بعض التفسير يعني، ولكن تفسير إن بنات لوط مقصود ببناته فده تفسير إيه؟ تفسير مش مظبوط. ليه؟ لأن المعنى ببنات لوط إن أي رسول أو أي نبي، يعني مثلا عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نساؤه هم نساء المؤمنين. يعني دي نقطة. فلذلك سيدنا لوط نساء قومه نساؤه. نمرة 2 بناتهم، بيبقى بنات مين؟ سيدنا لوط. ده مجازا، ده وأمنه يعني، لكن طول ما هم كفار الموضوع بيختلف. فالنساء، لأن احنا بنقول نساء المؤمنين، لما قلنا سيدنا محمد قلنا عليه الصلاة والسلام قلنا النساء هم أمهات المؤمنين. ولذلك هو بيبقى أبو المؤمنين، ولذلك هو أبو المؤمنين، فيعني معناه نساء الباقي المؤمنين كلهم يعتبروا إيه؟ نساء المتجوزين المؤمنين كلهم يعتبر إيه؟ يعتبروا بناته. ولذلك سيدنا لوط بناته هو المقصود بزوجات أو نسوان إيه؟ قوم لوط، هم اللي يقصده، مش بناته اللي هو البنتين اللي آمنوا معاه، لا. ليه؟ لأن النبي هو بمنزلة الوالد وبرشدهم على الصحيح وعاوز لهم الهدى، وفي الآخر يروحوا الجنة، ده اللي بيدور عليه هو. فلما جم خبطوا عليه وعاوزين ياخدوا الضيوف اللي عنده اللي هي الملائكة، فقال لهم فدعاهم إنهم فدعاهم لوط إلى توحيد الله، وبعدين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فدي في سورة الحجر الآية 71، وفي سورة هود برضو الآية 78 و79. في هود قال إيه؟ وجاء قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ولا تخزوني في ضيفي اللي هو الضيوف اللي عنده، أليس منكم رجل رشيد؟ فقالوا له، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فالآيات اللي هي في سورة الحجر وسورة هود هي اللي ذكرت بنات لوط، اللي هم مقصود بيهم نساء قوم لوط، نساء قوم لوط. فهو نساء قوم لوط هم يعني هو بيحثهم على إنه يرجعوا لنسائهم، واللي مش متجوز يتجوز، خاصة إنه كان أيامها يعني، حتى لما قالوا له قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. الجملة دي معناه إنك أنت عارف إن كان الشرع عندهم إن اللي بيغيب عن مراته شهرين تعتبر طالق، طلاق نهائي. فيعني ده عملوها حجة على إن الموضوع إن عشان كده فإحنا ما نقدرش نرجع لهم تاني، ده ردهم بالنسبة لسيدنا لوط. وطبعا كان شهرين غير دلوقتي، لأن كل عصر له حاجته، أو كل رسول وقومه له وضع معين، وهو طبعا أعتقد إن المدة قليلة عشان يحاول، أو عشان يحاول التقليل من إيه، من موضوع عمل عمل شغل اللي هو العمل بتاع قوم لوط، إنه يقلل زي يعني بيحرمه. فيحرمه إزاي؟ فقال لك اللي يبعد شهرين خلاص تعتبر طالق، ده في الشرع بتاعهم كده. فهم قالوا له ده احنا ما نقدرش نرجع لهم عشان كذا كذا، يعني سبحان الله بينكروا في حاجة وبيمسكوا في حاجة تانية طالما في مصلحتهم، يعني بيختاروا اللي هم على مزاجهم. فهنا قال لهم هم بناتي هن أطهر لكم. فلو طالما قال بناتي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، طيب ازاي أطهر لكم بناتي ويدلوا بنتينه؟ طبعا مفهوم خطأ، لكن هو المقصود ببنات قوم لوط اللي هو نساء قوم لوط، ده المقصود به، لأنهم أرشد ليهم وأنفع ليهم.
قال ابن جريج: أمرهم لوط أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم سفاحا. وقوله تعالى: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي اقبلوا ما أمركم به من الاقتصار على نسائكم. فقالوا: إنك لتعلم يا لوط إن نسائنا لا أرب لنا فيهم ولا نشتهيهم، وإنك لتعلم ما نريد، أي ليس لنا غرض إلا في الذكور، وأنت تعلم ذلك، فلا فائدة من تكرار قولك. أي أن لوط لم يرشدهم على بناته، بل أرشدهم على نسائهم، لأن النبي بمنزلة الوالد ونساء الأمة بناته، وهو الهدف من هذه الآيات بالبعد عن المعصية، معصية قوم لوط إلا غشيان، اللي هو غشيان الذكور دون الإناث، وهما يعرف بلوط، واللوطية الكبرى إتيان الذكور، أما اللوطية الصغرى إتيان الإناث من الدبر. ده الكلام اللي هو في التفاسير. فإحنا عندنا آيتين نزلوا، قال تعالى: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، دي في سورة الحجر آية 71، وفي سورة هود الآية 78-79، قال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ليس منكم رجل رشيد، قالوا: قد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. صدق الله العظيم. يعني اتذكرت مرتين. فهذه إيه؟ بنات لوط. وإلى هنا نكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في حكاية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.